للأسف الشديد كنا بنتمنى ان في 30 يونيو بعد 30 يونيو ان يحصل تغير محوري في دور اللي بيلعبوا الاعلام في بالذات في مواضيع الحد على الكهربيه. ولكن اللي شفناه بعد 30 يونيو كان انه تم اغلاق مجموعه من القنوات اللي كانت بتحد على الكراهيه ولكن دون حكم قضائي بيوضح ليه يتم اغلاقهم بشكل اساسي. وشفنا مجموعه من الاعلاميين في القنوات خاصه اخرى وقنوات تابعه للدوله بيحدوا على الكراهيه تجاه فصيل سياسي اخر او تجاه مجموعه من الاشخاص اللي منتمين لتيار اخر. الراي العام امثله نجد ان بعد 30 يونيو التناول الاعلامي تناول احادي الجانب سواء في الاعلام الرسمي او في الاعلام الفضائي او في الاعلام الاخر. هذه الاحاديه اعتقد هي التي تفسر ما طرحه الاستاذ ايمن الصياد في اننا نجد ان مؤشر القنوات يتسم بالثبات على قنوات بعينها في انماط المشاهده، ونجد ان هناك معجبين مثلا بحالة من الإثارة التي نراها في قنوات بعينها. الضوابط التي تحكم الممارسة وضع كل الأسس التي يتم على أساسها تقييم الأداء الإعلامي، وضع كل النظم والهياكل التنظيمية، تنوير الرأي العام، ووضع حوار مجتمعي حول هذا الحراك الإعلامي الحاسم والمرتب. الأداء الإعلامي يجب أن يتم لصالح القارئ وليس لصالح الإعلامي. الإعلامي يكتسب الحرية ليست للتعبير عن اهتماماته ورؤاه الشخصية ولكن للتعبير عن اتجاهات الرأي العام. الأخبار التي تصنع وتفبرك في بعض الأحيان هنا وهناك تمثل حالة من التناول الإعلامي الأحادي الذي يجب أن يتم تقييمه وفتحه وكشفه من خلال لجان تضبط. سؤال: هل الإعلام بعد 30 يونيو مهني أم لا؟ نعم أم لا؟ مش عايز إجابة تانية، الأول نعم أم لا ثم ننطلق. نعم أم لا؟ بص العنوان بتاعنا ده اسمها دايفرسيتي التنوع. نعم بس مش كده، ما قالوليش فيها أوي يا جوسوس، أنا مش معجب بالمشهد. صحيح ما قالوليش، هم قايلين مهنية الإعلام بعد 30 يونيو 12 مارس 2014. ده الجهة المنظمة. فخلينا اسمع ال 30 يونيو. أنا آسف، أنا آسف. أنا آسف يا سيدي. التنوع اللي احنا عايزين نستفيد من ده، ما تلبسيش كده. انا بص عشان كده بدي لك وقت، لان انا لازم اعمل بس تاسيس شويه اللي احنا بنتكلم فيه عشان نطلع كلنا نخبط يمين ونخبط شمال في كل حاجه واقول لك كلمتين يبسطوك ونروح البيت ما نعملش حاجه. ده مش امين.